بصفتنا كعاملين ومهنيين وكأطر صحية مستشفى القرطبي ممرضين وأطباء وإداريين، فنحن نستنكر وبشدة هذا التفويت الذي تريد الوزارة، وزارة الصحة تفويض مستشفى القرطبي. مستشفى القرطبي هذه المعلمة التاريخية فهي ندين وبشدة هذا القرار، فكما تعلمون أن مستشفى القرطبي فهو تابع إداريا للمستشفى محمد الخامس وتحت وصاية وزارة الصحة، في حين مستشفى الجامعي فهو مستشفى قائم بذاته، مستشفى له من يسيره وله من يسيرونه ماليا ومعنويا، فلذلك فنحن ندين هذا القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. عز الدين فيلالي بابا، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة. أنا كنت رئيس قسم الترويض سابقا هنايا تنشتغل. الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوي حتى لواء الاتحاد الوطني للشغل المغرب. اليوم جينا لهذه الوقفة الاحتجاجية تلبية للنداء اللي قاموا به الإخوة العاملين والمهنيين ديال المستشفى القرطبي اللي كيستنكروا العملية اللي باغي يقوم بها وزير الصحة ديال تفويت هذه المؤسسة أو هذه المعلمة التاريخية اللي هي تابعة للميزانية العامة، بغي يقوم بالتفويت ديالها إلى المركز الاستشفائي الجامعي سي اش او، واللي هو بطبيعة الحال يعني القوانين اللي كتأثروا ماشي هي القوانين اللي كتأثر المؤسسات العمومية، تيخضع للتسيير الذاتي المالي إلى آخره. فبالتالي حنا جينا هذه العملية اللي كيدير الوزير الأخلية ديال الوزير، واللي بطبيعة الحال حتى المديرة الجهوية حتى هي تنحملوها كامل المسؤولية، هذه العملية ديال التفويت واللي لم يتم فيها استشارة ولم يتم فيها التشاور ولا اتصال يعني مع الفرقاء الاجتماعيين ولا مع الممثلين ديال الشغل، الممثلين ديال العاملين. مع كامل الاسف هذا الملف هذا غتكون عنده عواقب وانعكاسات خطيره. السؤال الاول اللي كنطرحه هو كيف تم يعني بناء المركز الاستشفائي الجامعي واللي هو قريب يعني تنطلق الاعمال فيه الى اخره الاشغال، وتم اقصاء؟ واش هو اقصاء ديال التخصصين بجوج بهم، ديال طب العيون وديال طب الانف والاذن والحلق اللي غادي يجي لهنا المستشفى القرطبي؟ كيف لماذا تم هاد التخصصين فصلهما على المركز الاستشفائي الجامعي اللي بطبيعه الحال كيبعد على مستشفى القرطبي 25 كيلومتر؟ فكل شيء كيتسال. هذه الاولانيه، لان قال المستشفى القرطبي انه غادي يديروه خاص لمصلحه طب العيون وطب الانف والاذن والحلق. هذه العمليه كنطرحوا على السؤال الكبير، كيف تم ذلك؟ يعني هذا سؤال كبير خص تم الاجابه عنه. لماذا تم يعني اختيار مستشفى القرطبي باش يديروا فيه طب العيون، جراحه طب العيون، طب الانف والاذن والحلق؟ حنا كنقولوا لا للتفويت، لان التفويت عنده انعكاسات خطيره جدا. اولا على العرض الصحي، العرض الصحي سكينه طنجه كانت كتنتظر مع الاكتضاد اللي كيعرفوا المركز الجهوي الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، الاكتضاد اللي كيعرفوا والنقص في القاعات ديال الجراحه اللي كاينه تماك، يعني حنا كنا كننتظروا ان العرض الصحي غيتحسن هنا في اقليم طنجه. لكن مع كامل الاسف مع مجيء هذا السيد الوزير كنشوفوا على انه الى مشى حتى قام العمليه ديال التفويت، هذا الشيء غياثر سلبا، واللي كيعرض في عمليه ديال التفويت كتعرض خمسه ديال التخصصات اللي كاينه الان تتشتغل اللي هي جراحيه، خمسه ديال التخصصات الجراحيه كاينه الان مستشفى القرطبي، واللي هي جراحه طب العيون، الانف والاذن والحلق، جراحه ما يسمى بين قوسين التجميليه، الجراحه ديال ماكسيلوفاسيال، جراحه كذلك حتى الاطباء التخصص ديال الجلد حتى هما عندهم دي زاكت اوبيات، هما كيديروا بعض العمليات الجراحيه. هذه الخمسه ديال التخصصات اللي على الاقل كل تخصص فيه بين ثلاثه حتى اربعه الاطباء، الى تمت العمليه ديال التفويت هاد الاطباء واللي ما باغيينش يلتحقوا بطبيعه الحال بالمركز الاستشفائي الجامعي، لان القانون اللي كينظم يعني مستشفى المركز الاستشفائي الجامعي ماشي هو القانون ديال الميزانيه العامه، هذاك عنده قانون ديالو بوحدو وعنده ميزانيه ديالو بوحدو، والمستشفى القرطبي خاضع للميزانيه العامه وعنده قانون كينظم ديال الوظيفه العموميه، الموظفين ديال المستشفى القرطبي تابعين في التقاعد ديالهم من الصندوق المغربي للتقاعد،
الموظفين اللي هما تيعملوا مركز الشفاء الجامعي عندهم صندوق التقاعد ديالهم هو الاركار من الصندوق الجماعي من حلاوه التقاعد، وشفت انا بين الصندوقين العامل المهني راهم تيعرفوا هذه المساله هذه تيعرفوا الى اخر المساله هذه. هذه الاولانيه الضرر الاول. ثانيا هاد ال 20 ديال التخصصات ديال الاطباء اللي غتحول الى مستشفى محمد الخامس وغتزاد الاعباء وغتزاد الضغط على القاعات الجراحيه، واللي ربما غادي يولي ذاك الساعه الطبيب الجراحي ما يوصل النوبه على عمليه الى اخره، ربما ما عرفتش على يمكن شهر ونص يمكن شهرين لكثره الضغط على المركز الشفائي. ولذلك حنا كنعرضوا هذه العمليه ديال التفويت وتنقولوا لا للتفويت، لا لتفويت المركز يعني مستشفى القرطبي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.